تعتبر قيادة السيارات فن ومهارة يسعى الكثير من الأشخاص لتعلمها بسبب أهميتها في الحياة بشكل عام. لذلك يسعى الكثير من الأشخاص بشكل يومي إلى تعلم أسس ومبادئ القيادة حتى يتمكنوا من قيادة السيارات الخاصة بهم بعد حصولهم على رخصة قيادة. تصحم الأكاديمية لأن هذا تعليم السواقة مجانا. الحمد لله زين القيادة. أول تعلمت أن دخلت الدورة معهم، تعلمت كيف تركيب التاير السيارة وكيف يعني اختراع وكيف قياس الماء وكيف قياس الآيل في السيارة. كما تمثل القيادة نوعا من أنواع العمل الذي يعتمد على قيادة المركبات العمومية مثل سيارات الأجرة والحافلات من أجل نقل الأفراد بين الأماكن المختلفة. هو بداية أنا كنت دائما رافضة فكرة أن أنا أتعلم السياقة لأني غير ملمة بأي شيء، لأي ظرف طارئ ممكن يحصل على الطريق، مثلا من تغيير إطار لا قدر الله، صار أي شيء، ارتفعت كهربة السيارة فجأة. هذه الأشياء كانت دائما تخوفني، لأن بالنسبة لي القيادة طول عمري أعرف أنها ما مسكت سكان ومجرد أني أنا أسير على الطريق. لا، القيادة في أشياء لازم يكون في الشخص حذر ليها أكثر، في أن هو يكون ماشي على الطريق وهو عارف كويس جدا كيف يتعامل مع السيارة في أي ظرف طارئ. الحقيقة من تبنت المدرسة مشروع قودي بثقة حسيت أني أنا فعلا وايد استفدت، وفي ظل اللحظة حسيت أني أنا فعلا عندي مقدرة على أن أنا أبدأ أخوض في إجراءات استخراج رخصة القيادة العمانية، وبدأت بالفعل بتشجيع من إدارة المدرسة بصراحة أني أنا أخذ الرخصة، وبدأت في أن أنا ألتحق بمدرسة تعليم للقيادة وبدأت أن أنا أخذ الورش بتاعتهم، استفدت فيها في كل شيء من تغيير الإطارات على الطريق لا قدر الله لأي ظرف طارئ، لتغيير الزيت، لأي شيء، أي شيء يخص السيارة، بكهربة السيارة، التعرف على أجزاء السيارة بالكامل لأي ظرف طارئ. رسالتي أنا أقول لكل شخص بغي يتعلم القيادة، لا تقتصر فقط تعلمك للقيادة على أنك أنت فقط تعرف كيف تمسك السكان، كيف تتعامل مع إشارات السيارة، كيف تمسك حارتك في الشارع. لا، بس ما هذه هي السياقة. السياقة أولا فن، مهارة، ومهارة معناها أنك أنت لازم تكون ملم بكل شيء تحتوي سيارتك اللي انت راكب، لان سبحان الله انت ماخذ طريق، لو انت لا قدر الله تعرضت لاي موقف طارئ او انت تعرضتي لاي موقف طارئ لازم تكوني قادره على السيطره على الموضوع لحين ما يوصل لك الفريق المختص بعلاج الازمات على الطريق. انت تكوني على الاقل عندك القدر الكافي ما يستوي لك التوتر والضغط العصبي على الطريق من جراء موقف صار لا قدر الله. فيجب على السائق اثناء قيادته لسيارته الشخصيه او اي مركبه عموميه أن يلتزم بقواعد وآداب المرور وأخلاقيات القيادة والتعليمات الخاصة بقيادة المركبات، مما يساهم على المحافظة على حياته وحياة الناس من التعرض للحوادث المرورية. الصعوبات اللي أنا واجهتها مثلاً الأشياء العملية الفعلية، اللي أنا ما أعرف مثلاً كيف أبدل وأغير الإطار مثلاً في حالة حدوث مثلاً خروج مثلاً دخان أو حريق في السيارة، كيف أنا أتعامل هذه الأشياء العملية أنا ما أعرف أتفادها أو ما أعرف وش أسوي وأتصرف. فالأشياء الأساسية إن أنا أسوق مثلاً إذا البترول خلص، الإضاءة، البطارية إذا خلصت يبين الإضاءة هني. التحقت أنا بهذه الورشة اللي هي أكاديمية صحن السلامة المرورية، بالفعل كانت ورشة يعني طبعاً تحت متدربين مختصين، بالفعل أنا استفدت كثير، استفدت كيف أبدل أو أغير الإطار، دربوني يعني كيف أبدل، بالفعل كان شيء عملي إن أنا أبدل أو أغير الإطار في حالة مثلاً إذا صار انفجار سبحان الله لا قدر الله، كيف أنا أتمسك بالسكان، أخفف شوية السرعة، مثلاً إني يعني علموني كيف الأشياء اللي تظهر في الإطار، يعني الأشياء المنتهية، يعني قصدي يعني مثلاً العلامات اللي تظهر في الإطار إنه هو صلاحيتها منتهية، يعني تقريبا نقول ما بعد سنتين ومن فوق، يعني بس عاد بدأ الإطار مع الأجواء، هذه كلها إلها مؤثرات. دربوني بعد مثلا تبديل الآيل الزيت، مثلا مثبت السرعة، دربوني إنه مثلا يعني قليل إن إحنا نستعمل مثبت السرعة لأنه ممكن يصير خلل فيه. دربونا مثلا كيف مثلا مش فائدة الكشاف، هذه الإضاءة الكشاف في حالة الأنوال المناخية إذا في وجود يعني عند وجود ضباب الرياح الأمطار كيف إحنا نستعملها ومتى نستعمل مثل هذه الأشياء.
إن تعلم القيادة بشكل عام يحتاج إلى تدرب الشخص على مجموعة من المهارات والمبادئ الضرورية بهدف ضمان نجاحه في إتقان وإدراك طريقة القيادة الصحيحة. وغالبا يهتم الكثير من الأشخاص بتعلم قيادة السيارات. استفدنا وقدموا عدة آراء للقيادة ولتحسين القيادة. رسالتي لهم أنهم يلتحقوا بهذه الورشات، لأن إحنا استفدنا استفادة واسعة بصراحة، تعلمنا فيها من خلالها على الأجزاء الموجودة بالسيارة، وصارت عندنا القيادة ولله الحمد والشكر بثقة. استفدنا منها كتغيير الإطارات أو التفادي الأخطار في الشارع وأشياء كثيرة. الحمد لله ما في صعوبات، دامني أمشي على الأمن والسلامة وأتابع الخطوات المرورية. الطالبة زهراء محمود العجمية، لقد استفدنا أنا وزميلاتي من المشروع كثيرا، حيث كانت حصيلتنا المعلوماتية كبيرة جدا. حضرنا العديد من الورش النظرية والعملية، واستفدنا العديد من المهارات، واكتسبنا الثقة بأنفسنا، حيث تعلمنا الكثير من المعارف التي لم نكن نجيدها من قبل. أنا الطالبة استبرق سعيد خميس الشهيدية من الصف الثاني عشر. بالإضافة إلى الورش التدريبية التي حضرناها، الورش التدريبية العملية والنظرية التي استفدنا منها كثيرا، أيضا سخرت المناهج التعليمية لمساندة المشروع، فكانت جهود المعلمات جهودا جبارة في تعليمنا عن السلامة المرورية وتسخير الدروس في تلقينها لنا. أنا الطالبة إيمان بنت خميس بن سعيد الشيرية، مقيدة بالصف الثاني عشر. ما يميز هذا المشروع بأنه مشروع مستدام يخدم فئات المجتمع بشتى أنواعها، لذلك عملت المدرسة على مشروع سيقام إن شاء الله في الإجازة الصيفية، يهدف إلى تدريب النساء من ذوات الدخل المحدود والمعسرات لتخطي مرحلة البراميل ثم الانتقال إلى المرحلة التالية في تعليم القيادة. بصفتي رئيسة مجلس الأمهات مدرسة الصحم الثانوية، التحقت بالورش التدريبية التي تمت في المدرسة، وبصراحة استفدت استفادة كبيرة، بالرغم أنني أمتلك رخصة قيادة منذ سنوات، ولكنني استفدت من خلال ورش، تعلمت على أجزاء السيارة المختلفة وعلى كيفية تغيير الزيوت وكيفية تغيير الإطارات والتعامل مع المركبة في الأجواء المختلفة، وأيضا تعلمت كيف أتعامل مع المركبة في حال حدوث حريق لا قدر الله. وبصفتي استقطبت مجموعة من الأمهات وتعلمنا في الورش، واستفدنا استفادة كبيرة وتشجعنا على استخراج رخص قيادة، وبالتالي علمنا مجموعة من الطالبات اللواتي وصلنا أعمارهن للسن القانوني لتعليم القيادة، فقمنا بدورنا كمساعدة لبعض الأسر التي دخلها محدود، تعليم الطالبات المقبلات على الدراسة الجامعية وغيرها، حتى عندما يلتحقنا بمدارس تعليم القيادة يكون عندهن خلفية ويوفرن لديهن مبالغ. أيضا إن شاء الله سيستمر وسيستديم المشروع في الإجازة الصيفية، حيث أننا سنقوم أنا والمختصين أو الورش التدريبية والأمهات وإدارة المدرسة بتعليم الطالبات المقبلات على استخراج رخص قيادة. حفيظة بنت محمد بن علي المحمد، مديرة مدرسة الصحم للبنات 10-11. طبعا المدرسة لله الحمد حصلت المركز الأول في ما يخص مشروع الاستدامة ومشروع السلامة على الطريق، جائزة شل السلامة على الطريق. الحمد لله، يعني من هذا المنطلق نعلن على استدامة تطوير الرسالة التطويرية لاستدامة المشروع. بدأنا بمخاطبة يعني المستجدات اللي هي المستقبلية للمشروع ولاستدامة المشروع، وهو مثل ما هو معروف مشروع قودي بثقة. قودي بثقة أو قيادتي فن ومهارة، مستهدفين في العنصر النسائي، الجميع عرف رسالتنا ورؤيتنا ولله الحمد انعكاسها على الفئات الثلاث، فئة الطالبات، فئة المعلمات، فئة المجتمع الخارجي من الأمهات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا بعض الظروف الاجتماعية كالأرامل والمطلقات وبعض الطالبات المباحثات عن عمل كمصدر دخل وكإيجاد وظيفة في بعد اجتيازهم للقيادة أو حصولهم على رخصة القيادة. طبعا حاليا نحن نستكمل إن شاء الله المشروع المستدام في المدرسة، خاطبنا الجهات المختصة بالمديرية عن الخطة التطويرية المستقبلية لاستدامة المشروع، وبناء عليه تم رفع الموضوع للجهات المختصة فيما يخص طبعا قسم المرور بشرطة عمان السلطانية، تم تخصيص مكان أيضا ما يخص
التدريب العملي خلال فترة الصيف. بنستقطب إن شاء الله مخرجات طالبات الدبلوم اللي هم خلصوا المرحلة النظرية والمرحلة الثانية من هي الورشة العملية. تبقى فقط نواصل السن القانوني إن شاء الله استخراج الكتشة. وأيضا بنعلن يعني إن شاء الله نستقطب عدد معين من المجتمع الخارجي للدورات اللي عملناها، بحيث أن تكون مخرجات الأكاديمية مخرجات ما فيها عبء على المتدربة، بتخلص الدورات النظرية والعملية وتلتحق فيما يخص يعني البقية يخص التدريب على الشارع العام والدوار وما شابه ذلك، بحيث أنها تكون إن شاء الله قيادتها قيادة آمنة. نطمح إن شاء الله نصل إلى وطن بلا حوادث ولله الحمد. ورسالتنا إن شاء الله تكون رسالة أمن وسلام تعم على بلدنا وطننا عمان الحبيبة، ومشروعنا مشروع إن شاء الله مستدام مشروع مستمر ولله الحمد. آپ کی فراش کا ہمارے لیے محترم کالج.